ولدى وصول ضيف البلاد الكريم صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة إلى قصر الصخير يوم أمس، جرت لجلالته مراسم استقبال رسمية حيث عزفت الفرقة الموسيقية السلامين الملكي الأردني والملكي البحريني. السلام الملك الأردن، السلام الملك البحرين، سلام. ثم عقد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه جلسة مباحثات مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وفي بداية الجلسة رحب جلالة الملك المفدى بأخيه جلالة العاهل الأردني، وأشاد بعمق العلاقات الثنائية الأخوية الوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين والمستوى المتقدم من التعاون القائم بينهما في مختلف المجالات. وأعرب العاهلان حفظهم الله عن الارتياح لمستوى التبادل التجاري وما وصلت إليه العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين من تقدم ونمو، كما أكد على تضامن البلدين الشقيقين في جهودهما في الحرب على الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار، معربا جلالة الملك المفدى عن الشكر والتقدير لمواقف المملكة الأردنية الهاشمية الداعمة لمملكة البحرين لمكافحة الإرهاب والتطرف وتنسيق الجهود المشتركة لمحاربة هذه الآفة، ونوه بأهمية التعاون بين البلدين الشقيقين في مكافحة فيروس كوفيد-19 والحد من انتشاره، شاكرا جلالة العاهل المفدى المملكة الأردنية الهاشمية على التسهيلات التي قدمتها لسفارة مملكة البحرين في عمان، والتي سهلت إجراءات عودة المواطنين والطلبة البحرينيين إلى أرض الوطن.
وأشاد جلالته بإسهامات الجالية الأردنية في مملكة البحرين في عملية التنمية والتطوير في كافة المجالات، كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، حيث أكدا على أهمية التنسيق بين البلدين الشقيقين، وشددا على أهمية تكثيف الجهود ومضاعفتها للوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، واعتبار السلام خيارا استراتيجيا لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل عادل وشامل وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. وتطرقت المباحثات إلى آخر التطورات المتعلقة بالملف السوري، إذ بين جلالة الملك دعم الأردن لجهود الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها. وفي هذا الجانب أشاد حضرة صاحب الجلالة حفظه الله بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في دعم القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية باعتبار جلالته الوصي على المقدسات في القدس الشريف. كما أكد العاهلان على ضرورة العمل لوقف التدخلات الأجنبية في شؤون المنطقة وتأثيرها على الأمن والاستقرار، وشددا على أهمية التعاون بين البلدين الشقيقين لتثبيت أمن واستقرار المنطقة وحماية الملاحة الدولية في مياه الخليج العربي من أي تهديدات تؤثر في حركة التجارة العالمية. ومن جانبه أعرب جلالة العاهل الأردني عن شكره وتقديره لأخيه جلالة الملك المفدى على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية المتميزة والروابط الأخوية الوثيقة بين المملكتين وشعبيهما الشقيقين.